وحول تحذيرات ملك الأردن من تنامي نفوذ الميليشيات الموالية لإيران على الحدود الأردنية، ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. مرحبا بك معنا سيد حسان. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. هجوم جديد وتحذير جديد أيضا من الملك الأردني من تزايد نفوذ وهجمات يتعرض لها الأردن وبعض الدول العربية كما قال الملك الأردني، وهذه الميليشيات مرتبطة بإيران تهدد تلك الحدود، هل يعني هذا أن إحساسا أردنيا من خطورة الميليشيات بدأ يتنامى؟ في الواقع الهدف الإيراني هو زعزعة الاستقرار في الأردن ولأسباب عدة. الأول هو أن الأردن له حدود مشتركة مع إسرائيل ومع العراق ومع المملكة العربية السعودية، فأي خلل أمني في الأردن سوف ينعكس سلبا على هذه الدول، وبالتالي فإن السعودية سوف تكون محاصرة بالميليشيات العراقية الحشد الشعبي من جهة العراق، وأيضا بالفوضى الأمنية في الأردن، وكذلك من قبل الحوثيين في جنوب المملكة العربية السعودية. كذلك فإن إسرائيل سوف تكون في حالة قلق شديد، لأن الحدود طويلة بين الأردن وإسرائيل، والخلل في الأردن سوف ينعكس سلبا على الاستقرار في إسرائيل، والموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية هي الشعار الذي يتخذه الإيرانيون لزعزعة أمن المنطقة وليس لتحرير فلسطين وإنقاذ الشعب الفلسطيني ومساعدته. نعم. كذلك فإن ميليشيات الحشد الشعبي العراقية سوف تتعاون مع الميليشيات الإيرانية والمؤيدة لإيران الموجودة في سوريا للضغط على الأردن وفي محاولة لزعزعة استقراره وضرب استقراره، وبالتالي تمدد إيران في المنطقة العربية على حساب استقرارها وزعزعة الاستقرار في كافة مناطق الدول العربية. ما تحدث عنه الأردن وملك الأردن بالتحديد هو موضوع التهريب الذي يتم عبر الأردن باتجاه الدول العربية من حيث تهريب المخدرات، وهو المورد الأساسي المالي الأساسي الآن للميليشيات المؤيدة لإيران نتيجة عجز إيران عن تمويلها، وكذلك تهريب السلاح لزعزعة الاستقرار، وبالتالي لا بد من وضع حد لهذا الواقع المؤلم، وضرورة استقرار الأردن تتطلب تدخلا أردنيا مدعوما عربيا. سنأتي إلى هذه النقطة أستاذ حسان، يعني إلى هذه النقطة، لكن عندما يتحدث الملك الأردني عن إيران ويقول بأن المنطقة ليست بحاجة إلى مزيد من الصراعات، هل يعني ذلك أنه اتهام مبطن لإيران بخلق الصراعات والنزاعات في المنطقة؟ في الواقع البيانات الأردنية كانت واضحة وصريحة خلال الفترة الماضية في اتهام الميليشيات المؤيدة لإيران. كان في السابق تم الحديث عن مجموعات تهريب مخدرات أو سلاح، لكن الآن البيانات الأردنية الرسمية تحدد بالاسم أن هناك حزب الله اللبناني وهناك ميليشيات مؤيدة لإيران تتولى عمليات التهريب، تهريب السلاح وتهريب المخدرات. المخدرات هي للتمويل والسلاح لزعزعة الاستقرار، وكلنا يعرف أن هناك عشائر عربية منتشرة على جانبي الحدود ما بين سوريا والعراق وبين سوريا والأردن، وبالتالي أي خلل أمني سوف ينتشر من سوريا إلى الأردن، ويصبح الجيش الأردني في حالة دفاع عن النفس أو في حالة فرض الاستقرار داخل الأردن، وهذا ما تريده إيران، أن يكون هناك عدم استقرار في المنطقة مما يتيح لها فرصة للتمدد أكثر والاستثمار في الفوضى، وهذا ما تستثمر به في كافة الدول العربية التي تتدخل بها في لبنان. نعم. في العراق، في اليمن، هي لا تعمل على استقرار المنطقة بل تعمل على زعزعتها وإثارة الفوضى، مما يساعده على استغلال هذا الواقع والتمدد شعبيا وثقافيا، وبالتالي مد هذه المجموعات بالسلاح وجعلها عبئا على مجتمعها العربي وكذلك على المجتمع الدولي. يعني وهذا ما جاء في حديث الملك الأردني عندما اتهم إيران صراحة بالتدخل في شؤون دول عربية كما تفضلت أستاذ حسن، يعني هل هذا يعني بأن ثمة تغير سيكون في استراتيجية هذه الدول العربية التي استشعرت الخطر الإيراني الجدي، تغير في تعاملها مع إيران في المرحلة المقبلة مثلا؟ هذا كلام صحيح، لأن الأردن منذ فترة كان يحاول الملك عبد الله الإشارة إلى أن العلاقات العربية الإيرانية يجب أن تكون جيدة، وأنه يجب أن يكون هناك تفاهم وتعاون وحل المشكلات بالطرق السياسية والدبلوماسية، لكن الآن أصبح الواقع مختلف تماما. الخلل الأمني لا يمكن معالجته بالطرق السياسية، خاصة أن هناك فوضى الآن في سوريا نتيجة ضعف
حضور انسحاب جزء من القوات الروسية من سوريا باتجاه روسيا نفسها لمتابعة الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي أصبح دور الميليشيات أكبر والفوضى تزداد، مما يعني أن الدول العربية وخاصة الأردن هو المعني الأول بهذا الموضوع يدرك أن هناك خطرا حقيقيا على استقرار الأردن وعلى واقع الأردن ودوره في المنطقة. ولا يمكن أن نتجاهل أو ننسى أن أي خلل أمني في الأردن سوف ينعكس سلبا على الملاحة في البحر الأحمر وخاصة ميناء إيلات الذي تعتمد عليه إسرائيل كثيرا في صادراتها وفي استيرادها. لذلك الأردن الآن وبدعم عربي واضح سوف يكون له دور كبير في تغيير هذا الواقع، وما تم الحديث عنه عن منطقة أمنية بعمق 35 كيلومترا أو أكثر هذا أمر جدي بالفعل، وهناك دراسة واقعية له، لأن الاستقرار يتطلب تدخلا يبعد هذه الميليشيات عن الحدود الأردنية ووقف تمددها، وبالتالي إعطاء روح جديدة للحوار ضمن سوريا، لأن هناك الآن جمود في العملية السياسية في سوريا ولا بد من تحريكها من خلال عمل عسكري يكون مدعوما عربيا ودوليا. وبالتأكيد أي خطوة سوف يقدم عليها الأردن لحماية نفسه وحماية المجتمع العربي أيضا، لأنه معني الأول بعدم انتشار الفوضى الإيرانية في الدول العربية، سوف يلقى دعما عربيا ماليا وعسكريا ورضا أمريكي، وحتى الروسي نفسه سوف يتجاهل هذا الدور الأردني لأنه غير معني كثيرا بما تقوم به إيران في سوريا من عمليات عسكرية تسيء إلى حضوره ودوره وأيضا إلى التزامه تجاه المجتمع الدولي بوضع حد للفوضى في سوريا وإعادة وهذا يبقى مرتبطا بسلوك إيران في المرحلة المقبلة وسلوك ميليشياتها. أستاذ حسان، أليس كذلك؟ نعم، لأن إيران دائما تدرك أنها لا تقدم حلولا، إنما تقدم مشاريع فوضى للضغط على المجتمع الدولي والعربي لوقف التدخل أو الضغط عليها لوقف المشروع النووي الإيراني. إيران لا تملك قدرة على مواجهة المجتمع الدولي إلا بإثارة الفوضى في العالم العربي وخاصة حول الحدود الإسرائيلية. المقصود أستاذ حسن، هل ستستمر بهذه المشاريع برأيك أم أنها قد يعني تتوقف قليلا أو تقلل أو تخفف من نشاطها على الحدود الأردنية؟ أي وقف إيراني الآن، أي وقف لهذه التصرفات هذه الميليشيات، إنما هو يكون مؤقت، لأن هذه استراتيجية إيرانية وليست خطوات غبية أو خطوات غير مدروسة. الاستراتيجية الإيرانية هي التمدد عبر إثارة الفوضى، وأي هدوء الآن نتيجة تهديد أردني أو تهديد المجتمع الدولي إنما يكون عملية شراء للوقت وانتظار الفرصة المناسبة لإعادة إثارة الفوضى من جديد. وطرق التهريب أساسية بالنسبة لإيران لتمويل ميليشياتها كما ذكرنا، وكذلك إثارة الفوضى سوف تصيب عدة دول بمقتل إن لم يتم المعالجة مبكرا ووقف هذا التمدد الإيراني بطريقة حاسمة. أشكرك جزيلا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب، شكرا لك.